ذكر شقي هذا اول ازدهار هذا هذا مو مزبط. انا كمان بدي اعاود. لا مزبط. اوكي سمعكم حبيبي ليري نغايا كيفكم ازيكم شلونكم ايش اخباركم. هاي حبيبتي ما وين ما كانوا. فيديو اليوم انا زي ما بتشوفوا هيك انسانة عادية بس امل انسانة مو عادية لانه امل هلها هي ولا شيء شو مش عارفه شلون ما مسوي ولا شيء ولبسه بيجاما عشان اليوم بدنا نغير شكلنا. صح انا اليوم يا جماعه حاغير شكل امل لإلي يعني نفس شكلي حجابي لبسي حخليه امل تلبسه وانتو بتقولوا قديش بالمية امل بتشبهني تمام بعد ما تغير يعني وتصير مثلي يعني لابسه مثلي كل شيء مثلي. فخلونا نبلش الفيديو لازم تشتركوا تحطوا لايكات تابعونا على الانستغرام خلونا نبلش بدون لا نتاخر عليكم. سو حتشوفوا امل اكثر شيء في هذا الفيديو. امل قربي شوي على الكاميرا شوي بس مو كثير. تمام اول شيء اللي حنبلش لك فيها هو البيس. حتعملي لي بس ميك اب بسيط لانه انت اصلا مانك مسوي ميك اب كثير. ايه صح يعني انه الشيء اه وحلبس نفس بيجامتك اللي لابسها. صح عندنا نفس البيجامة على فكرة هاي فبيكون صعب انه الواحد يعمل لك شغلة على وشك. او ماي جاد يلا ساويهم ساويهم لحالك. ريحته كتير حلوة ريحته حلوة صح. طيب انا هلا انا الشيء اللي عاملة يا جماعة اتذكروا انه انا هلا عم حط امل الشيء اللي انا عاملة يعني مو يعني الشيء اللي انا عاملة هلا ححولها لنفسي. اوكي انا عامله كونسيلر من فيت مي ميبلين ف نفس الشيء اللي بعمل عم بعمله لامل عن جد احساس حلو. شو هي لا مش هي يعني يعني فرحانه. حندمج لها هلا الشغلات والله ما بعرف بدي ادمج لحالي لا في جد بدي انا او ماي جاد لا عذاب هذا فيديو لما حد يسوي لك ميك اب عذاب بتذكري سيما ضربتك؟ ضربتي سوري 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 اوف عشان ضربتي كثير؟ ايه ام سو سوري اوكي سو سوري حندمج لك على الخفيف هون يا شايفين جايز قولوا لنا انتوا شو الشيء اللي بتحبوه في الميك اب؟ بتحبوا تحطوا بس فونديشن ولا بتحبوا تحطوا بس كونسيلر؟ انا عن نفسي لما بيكون هيك يعني ايام عاديه بستخدم بس كونسيلر يعني. انا ما بحب الفونديشن بكرهه. تمام طيب شو حنحتاج هلا يا ترى يا بعدي؟ حنحتاج هاي باودر. هالشي سويتي يعني. هالشي اللي سويت انا هلا هالشي اللي سويت بالاخير حنشوف حنحط الكاميرا وانتم بتقولوا بالمية كم نشبه بعض. كثير عالم بيقولوا بنشبه بعض وبالتيك توك خصوصا هيك بيقولوا انه شيماء هي شالت الحجاب ولا ما بعرف شو. تعليق خاصكم يلي خلتنا انه نعمل هالفيديو على فكره. حكي حكي ما عندي خدود انا. اكثر انسان ما عنده خدود هو انا. انا عندي خدود. انا ولا شيء فوكس. هلا رح نعمل شو هذا هذا تبع الحواجب تبع الحواجب صح نعبيه شوي بس لحتى نقرب للشيء اللي انا عاملاه بس شوي رغم انه حواجب امل يعني اوريدي هيك تخان وحلوين فما بيحتاجوا كثير. حواجبي ابدا مش زي حواجب شيماء. لا مش زي بس انه يعني حنقربهم انه هي تبع الكبار شوي شكلهم قصيرين. طيب امل قاعده عم تضحك على شكلي هي هلا. لا لا مش عم اضحك انت احلى من حواجبي بس اوه ليه حواجبي صاروا غرباء. حبيتيهم؟ لا هي هي المسكرة اللي ساويها. شوفوا امل عم تعمل مسكرة دقيقة ما بعرف اعمل دقيقة انا شوفوا شلون عجب خايفة من حالها عمل المسكرة بعيدة علي وانا ماني عاملة نظارات فشلون حاعمل مسكرة بالطريقة الطبيعية شلون ما دخلنا. المهم حنرجع لمكاننا يا جماعة عيوني
سويت ميني ماسك. هلا مشان الروج هذا هو الروج اللي انا حاطه. تمام بس يا جماعه انا زي ما بتشوفوا هالشي اللي انا حاطه يعني شيء بسيط. هلا امل حتلبس مثل هاي. انا صرت متحمسه. 1 2 3. نتشابه. هلا صرنا نصف نتشابه زي ما بتشوفوا بس لازمنا الشعر. دقيقة شو هتسوي لي؟ حجيب الحجاب. لازمك تسوي لي زيك يعني. أول شي حتجمعي شعراتك. أعطيني هذا. أجمعه لفوق ولا لتحت ولا لوسط؟ لا شوفوا على فكرة في نفس الوقت عم ورجي العالم شلون عم بعمل حجابي يعني. شلون عم بعمل أنا حجابي يا جماعة؟ إنه بجمع هيك زي هيك. تمام بربط كل الشعر هيك ان شاء الله ما اكون عم تشوفوا شلون هيك ان شاء الله. امل ما اكون اي 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 سوري سوري اوكي اوكي بس بستخدم مثل هاي بدنا تشوفوا شلون بحطها هيك. كثير متحمسه. نزلي امل بعد اذنك هيك شلون يشوفوا هيك وبعدين يعني هون نزلي 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 هون في هدول فبعمل زي هيك بس خلص فيكي تطلعي هلا بس نزلي هذا امسكيه وانا عم سويه. شعري راح فيها اليوم يا جماعه مو مشكله. شعري عم يبكي خلص. شكلي خلص بكفي. هلا حنشوف شلون نظبط الحجاب لانه هذا حجاب مثلث وانا ما عامله حجاب مثلث بس حنحاول. سيتالا بوم بوم تام 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 ما بعرف ايش فكره الاغنيه او لحن ولا ما بعرف شو اسمه. اوكي زي هيك. عن جد شيما بتعرف تعمل حجاب. واو واو واو. انا هلا رحت اتقدم 20 سنه. يي عنقي. لا تخافي لا تخافي لا تخافي. تمام؟ هلا ما بعرف اذا هو ظابط. واو حبيتي؟ الشكل كانه ما اجى مع شكل وجهي كانه. خلينا ندخله بس هيك شوي. زي زي اعمل زي هيك. لا لا لازم نغير له. تعالي 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 تعالي. اوه ماي جاد صرنا التوأم. عن جد انا ببين زي سينشيما بتبين عندي 22. صح صح. هلا لما بتشوفونا مع بعض بتقولوا اثنيناتنا بالعشرينات ولا بتقولوا انا عمري 15 هيك. هلا جاوبونا بصراحه. بقولوا قديش بنشبه بعض. عن جد بنشبه بعض. انا بشوف حالي حبيتك حبيتك. طلع كثير بتجنني. بس هذا شو هذا؟ عن جد هذا شو هذا؟ ما بعرف. انا ما ببين لي ولا شيء على فكره يا جماعه. خلص هلا احسن. عيوني ما في. اوه عيوني مشتاقل. والله جد نشبه بعض. ركزي ركزي في الكاميرا قلبي على الكاميرا وركزي. بتشوفي انه بنشبه بعض هيك؟ اضحكي اضحكي. انا هي عن جد اضحكي. نفس الضحكه اضحكي. هلا ما بعرف بدي اقول. اوه ماي جاد صوري كنا توأم. هلا احنا انجنينا شوي. الناس عم يتفرجوا بدنا نشوف اذا عن جد بنشبه بعض. ان شاء الله ان شاء الله نكون انه تشابهنا يعني وانه هذا يعني هذا يعتبر تحدي. انا بحس انه صرنا بنتشابه كمان في الفيديو اللي سوينا غنينا الاغنيه تبع كيرالي فاش كثير عم يقولنا بنتشابه فهيك نحن بنتشابه من الاخير يعني شو هذا؟ والله اتوقع انه نحن عن جد بنتشابه. نحن كيوت. نحن كيوت صح. كيوت كيوت. جايز انتم حيطلع لكم هون تصويت اذا عم يتشابه قولوا لنا ايه اذا ما عم يتشابه قولوا لنا لا واكتبوا لنا كمان في التعليقات. عبوا التعليقات يا جماعه اكتبوا لنا بالمية يعني مثلا بنتشابه 50% 60% 70% هيك يعني. كمان يعني هالشغله اللي كنت بدي اقول بموقع عطب تقني في اليوتيوب مثل الفيديو اللي قبل الاخير اللي نزلته في قناتي كنت حطيت التصويت بس ما عم يبين. بس المهم اذا ما كان موجود التصويت موقع عطب تقني اكتبوا لنا بالتعليقات نحن عم نشوف تعليقات. فحطوا لنا لايكات لا تنسوا تابعونا على الانستغرام اشتركوا بالقناه ضربت امل في وشها. شكرا. خذوا لنا صوره خذوا لنا صوره. بتعرفوا شو رح ناخذ صوره انا وياك رح نزلها انا على انستغرام. تمام وخذوا لنا انت صوره واعملوا لنا تاج. ايه.
اعملوا لنا تاج في ستوريات بنشوفكم. تمام شكرا لكم كثير، بنشوفكم في الفيديو القادم. شو اسمي كل هذا؟ يعني نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. خليت لكم الراحه.